نحن الآن في منطقة البحر الأعظم وتحديدا أمام جزيرة بين البحرين التي قام عدد من قوات الجيش صباح اليوم باقتحامها لإخراج الأهالي منها. لنا لقاء الآن مع أحد شيود العيان الذي ذكر لنا أن له أخ توفى في هذا الاقتحام. أولا أتعرف بيك، اسمك إيه؟ اسمي علي. قول لي علي كده دلوقتي، انت ذكرت لنا ان اخوك اثناء اقتحام الجيش توفى، قول لنا بقى اللي حصل بالظبط كده. اجيبها لك من الاول، انا كنت شغال في البحر جايين من تحت الدائري، اتشدت الاجزاء، انا الصياد اللي كنت شغال اتضرب عليا نار. انت بتصطاد في البحيره هنا في الجزيره؟ اتضرب عليا نار، خلينا نطط البحر في عز الليل. كان الساعه كام الكلام ده؟ الساعه 3:30. الساعه 3:30 جم هم نايمين، لكنهم نزلوا على 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 اليهود. الله اكبر الله اكبر، ودور فيهم الدب. انا اخويا واحد من ضمنهم ضرب مرضوش حتى. انت شو يعني اخوك اتضرب عليه نار قدامك؟ انا لسه شايله بايديا هو وميت. انتوا بايديك وديته فين دلوقتي؟ هو في المستشفى. مستشفى ايه؟ انا مش عارف اسمها، بس لو جيت وراها بعربيه اوريها لك. هو اتضرب بالنار. مين اللي ضربه بالنار تحديدا؟ عساكر. جيش ولا شرطه؟ لا عساكر جيش، زياده عن 8000 عسكري نزل على الارض ومعاهم تصريح بضرب النار. طيب هم جم ليه؟ من القوات القائدات، من اعلى القائدات ضربوا نار بالآلي، ما رضوش يهدوا. طيب انا اسالك، يعني قوات الجيش دي جت ليه عشان تخرجكم من المكان؟ هل انتم مش ليه؟ انتم المكان اللي انتم عايشين فيه ده مكانكم ولا المكان ده تابع للدوله؟ لا عايزين ياخدوا ارضنا، زرعنا، بيوتنا، اي ارض تخطر في بالك بقى لها 150 سنه من جد الجد ومن جد الجد ومعانا ورقها. يعني انت معاك الورق، انتوا معاكوا كاهالي هنا الورق اللي يثبت ان الارض الورق معانا من اوله لاخره، وكان في قضيه وكسبناها والحمد لله. يعني الجيش اللي اسمه ملوش حق ان هو ينزل. طب انت اخوك فين دلوقتي عشان انت ذكرت لنا ان هو توفى؟ اخويا دلوقتي في مشرحة الزينهم. وازاي يا اخويا؟ ممكن تذكر لنا اسم اخوك كاملا؟ اخويا محمد عبد الموجود، احمد عبد الموجود. اتضرب بالنار. كان الكلام ده الساعة كام؟ الساعة 3:30. عمالين يضربوا بالنار من عند الدائرة لحد ما وصلوا عندهم بحري. قبل ضرب النار، هل قوات الجيش دي أمرت بإخلاء المكان وقالت لكم خروجوا قبل ضرب النار ولا حصلت اشتباكات بينكم؟ قالت قدامك دقيقتين، ما خلصوش الدقيقتين، ما لحقوش حتى تخلص 10 ثواني والضرب بيشتغل. نزلوا الناس نايمة، ولكن يهود أول ما نزلوا هم ونايمين الله أكبر ويضربوا فيهم. أسألك كده، حضرتك هنا قاعد في الجزيرة؟ اه. طب قول لي كده انت كشاهد عيان، ايه اللي حصل بالظبط تحديدا؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ان الناس ديت بيقول لك عملوا 3 قواضي من ايام من المخلوع ماشي، والقواضي احنا كسبناها. هي قضيه قديمه للجزيره اللي هي جزيره بين البحرين. اه قضيه قديمه من ايام ابو العينين، كان ابو العينين كان عاوز سليم. فطبعا القضيه ديت احنا كسبناها ماشي، وكل من هو عايز ياخد حته لقمه من قلب الجزيره عايز يقعد فيها. لو غزه دي كلام بلطجه، ده كلام بلطجه. الناس دي عايشه بقى لنا اكتر من 70 سنه في الجزيره، وناس اتولدنا فيها وبناكل عيش منها، حريم ورجاله. حريم بتاكلوا عيش منها ازاي؟ يعني في قهاوي، في صيد، ناس بتنزل مراكب، وناس بتعمل اراضي جوه الجراوه وده وده، وناس بتوع السمك، وناس بتوع اللبن. يعني احنا كان اكل عيش. قابلتوا حد من المسؤولين النهارده اثناء ما حدث؟ يعني احنا شفنا بعض قوات الامن هنا، بعض قوات الامن من الشرطه. كان في تفاوض بينكم من حوالي ساعه على فتح الطريق. الناس الوزراء اللي هم عايزين يعدوا قال لك افتحوا الطريق لمده ساعه. يعني ما كانش تفاوض بينكم وبين رجال الشرطه لفتح الطريق وعوده الحياه مره اخرى؟ لا احنا اللي فتحنا الطريق، قلنا احنا عشان خاطر الناس اللي هتعدي، الناس وراها مسؤوليه. قال لك لمده دلوقتي احنا دلوقتي شايفين ان الطريق مقفول. سبب بقى قفل الطريق؟ قال لك ساعه وهنجيب لكم الناس اللي هم واخدينها. الناس اللي هم واخدينهم واخدين اكتر من 25 واحد بيعذبوهم جوه. سيادتك الوقت قال لك ساعه. انتوا دلوقتي قافلين الطريق. الناس اللي هي جوه دي ما حابسينها. الناس مين بقى اللي محبوسه؟ الناس اللي هم اهل الشباب بتوع الجزيره، اللي هي الناس اللي الشباب بتوع الجزيره اللي منهم اتضرب بالنار، واللي منهم 3 نزلوا في قلب المايه ما طلعوش لحد دلوقتي. اللي منهم سيادتك 3 نزلوا في قلب المايه ما طلعوش لحد دلوقتي. هل الكلام ده في مصلحة عهد مرسي؟ يعني انت كشاهد عيان، تم القبض على كم واحد؟ ما اتقبضش عليهم، دول اتقفشوا، اتاخدوا من قلب جوه، اتاخدوا من قلب بيوتهم من جوه. اسمع احد شهود العيان تاني، يعني اسالك حضرتك كنت شاهد النهارده على الواقع اللي حصلت باقتحام قوات الجيش لاهالي هنا جزيره بين البحرين؟ بصراحه يا بيه ده مش جيش، الجيش بتاعنا مش كده، ده مش جيش. ان الجيش يضرب في ناس مسلمين، يعني يضرب في ناس غلابه، ده مش جيش. هو بعدين داخل بيقول الله اكبر، هو داخل حابب اسرائيل؟ دول ناس غلابه بتاكل عيش. انا يعني عايز اوصل رساله للرئيس محمد مرسي، بقول له سيادتك حضرتك يعني احنا انتخبناك عشان تتقول لا فينا مش تيجي علينا.
سعادتك مفروض والناس بتصطاد. سياده الرئيس محمد مرسي غلط غلطه عمره ان هو ما نظفش المفروض كان شال الطعم كله اللي هو من ايام حسني. انت ايه الرساله اللي انت عايز توصلها؟ ايه عايزين حق الناس دي؟ الناس اللي ماتت دي. طب انت قول لي كم واحد اتقبض عليك؟ عددك بتاع 25 واحد جوه بتعذبه وبيكهربوهم جوه. يعني في قوات جيش لحد دلوقتي لسه جوه؟ جوه ممنوع اي حد يخش، اللي بيخش جوه بيتضرب بالنار سعادتك، حتى لو دخلت. طب اسالك يعني انت كشاهد عيان، قول لي كده اللي حصل النهارده في الجزيره. الساعه 3 الفجر ناس دخلوا عليهم بالرشاشات والاوالي على طول ضرب نار، والناس صيادين بتصطاد سمك موتوهم برضك معاهم، واللي نازل في البحر واللي غرق واللي جري واللي كده مش عارفين نعمل ايه معاهم. بس طب قول لي انتوا قافلين الطريق دلوقتي هتفتحوه امتى؟ لما اخواتنا تيجي من هناك نفتح السكه. اخواتنا لما تيجي من الاسلام افتح السكة. شكرا، وصلت الرسالة. يعني كانت هذه لقاءات أجريناها لكم هنا في شارع البحر الأعظم من أمام جزيرة بين البحرين، حيث قامت بعض قوات الجيش فجر اليوم باقتحام عدد من هذه المنازل، والآن الأهالي قاموا بقطع الطريق اعتراضا على حبس ذويهم. وسنرصد لكم الصورة الآن، هنترك لكم الصورة الآن لقطع الطريق والكاوتش المحروق وما إلى ذلك في هذا الطريق. الأرض اللي